باين زي ما حضراتكم شفتوا من أرض ملعب استاد القاهرة العظيم. خليني بقى نروح لجرافيك هذه المباراة علشان نعرف زي ما حضراتكم دايما متعودين معانا من ملعب الأهلي جرافيك هذه المباراة. أبطال كأس مصر 36 مرة النادي الأهلي، ثم 27 مرة نادي الزمالك. نادي الترسانة العظيم الحقيقة واحد من الأندية الكبيرة جدا في مصر، ست مرات طبعا بيلعب في الدرجة الثانية دلوقتي. الاتحاد السكندري سيد البلد ست مرات، المقاولون العرب ثلاث مرات، واحد من أعظم وأعرق الأندية في مصر الحقيقة، وتاني أقدم نادي في مصر النادي الأولمبي مرتين فاز بكأس مصر. النادي الإسماعيلي الضلع الثالث دائما في كرة القدم المصرية بعد الأهلي والزمالك، النادي الإسماعيلي فاز مرتين، حرس الحدود وكانت طفرة كبيرة جدا مع كابتن طارق العشري، فاز أيضا مرتين بكأس مصر. إمبي برضو كانت أيام طفرة كبيرة مع كابتن الله يرحمه طه بصري، فاز مرتين. نادي الترام السكندري ونادي القناة ونادي المصري البورسعيدي، ولكل نادي من هذه الأندية مرة وحيدة الفوز بكأس مصر. أكبر الانتصارات في 2014-2015 النادي الأهلي بيفوز على الجونة 13-0 في موسم سنة 1926-1927. النادي الأهلي بيفوز على مدرسة الطيران 8-0، ثم في 50-51 الأهلي بيفوز على السويس 7-1، في 31-32 الأهلي بيفوز على الإسماعيلي 6-0، ثم في 41-42 الأهلي بيفوز على بني سويف 6 أهداف مقابل هدفين، ثم بيعود ويكرر النادي الأهلي نتيجة النتيجة السابقة في موسم 45-46 ويفوز على نادي الإسماعيلي 6-0، ثم يفوز على الترسانة في 49-50 6-0، ثم في 58-59 النادي الأهلي بيفوز على الاتحاد السكندري 6 أهداف مقابل شيء، ثم في موسم 2014-2015 6-1 على فريق طهطا، ثم في موسم 2016-2017 الأهلي بيفوز على الألمنيوم 6 أهداف مقابل شيء. هداف النادي الأهلي في كأس مصر عبر التاريخ النجم الكبير كابتن أحمد مكاوي 35 هدف، كابتن العظيم مختار التتش 21 هدف، الجان عماد متعب 19 هدف، الأسطورة صالح سليم 17 هدف، كابتن توتو كابتن سيد عطية 16 هدف، كابتن محمد الجندي 14 هدف، كابتن حسين مدكور 14 هدف، كابتن لبيب محمود 13 هدف، كابتن فؤاد صدقي 13 هدف، كابتن سيد الدزوي 12 هدف، الشيخ طه اسماعيل 12 هدف، كابتن احمد عبد المنعم كشري 11 انا اسف كابتن احمد عبد المنعم 11 هدف، كابتن حسين حجازي 10 اهداف، كابتن محمد رمضان 10 اهداف، كابتن عبد الكريم صقر 9 اهداف، نجم الكبير واسطوره كره القدم المصريه كابتن خطيب 9 اهداف، كابتن وليد صلاح كابتن النادي الاهلي في وقت من الاوقات 9 اهداف، واحد من النجوم الكبيره جدا الكابتن محمد ابو تريكه 9 اهداف، كابتن حسين حمدي 8 اهداف، كابتن ايمن شوقي 8 اهداف. النهارده الثلاث 3 ديسمبر 2019 في مباراتين، نادي مصر بيلاقي نادي الجونه في دور ال 32 في كاس مصر. الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، وهقول لحضراتكم بقيه او نتيجه هذه المباراه. الساعه كم 0-0 حتى هذه اللحظه نادي مصر والجونه. في تمام الساعه 7:30 النادي الاهلي سيلاقي بني سويف في دور ال 32. باقي مباريات دور ال 32، المقاولين العرب سيلاقي جزيره مطروح، ونادي الزمالك سيلاقي الشرقيه. ده هيبقى غدا الاربعاء 4 ديسمبر، يوم الخميس 5 ديسمبر الانتاج الحربي سيلاقي ابو قير للاسمده، المصري البورسعيدي سيلاقي قنا، بيراميدز سيلاقي النجوم. يوم الجمعه اخر مباراه دور ال 32، سموحه سيلاقي العبور بالاليوبيه، وامبي سيلاقي الترسانه. بقيه المباريات لا، المباريات هتكمل لغايه يوم الاحد لسه معانا. يوم السبت 7 ديسمبر 2019 حرس الحدود هيلاقي بتروجيت، وطلائع الجيش هيلاقي ديكيرنس، والاسماعيلي سيلاقي الاعلاميه. اما يوم الاحد 8 ديسمبر 2019 الاتحاد السكندري سيلاقي النصر، واسوان سيلاقي طنطا. مباراة اليوم النهارده 3 ديسمبر 2019 النادي الأهلي سيلاقي نادي بني سويف. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: شريف إكرامي وعلي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، حسين السيد، سعد الدين سمير، محمود وحيد، ياسر إبراهيم. خط الوسط: حسام عاشور، وليد سليمان، حسين الشحات، عمار حمدي، أحمد الشيخ، اليو ديانج،
وخط الهجوم مروان محسن، جيرالدو، وليد أزارو، وصلاح محسن. ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي. غيابات النادي الأهلي عن هذه المباراة: الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية ومجدي قفشة وجونيور أجاييه، رؤية فنية، علي معلول إصابة، وصالح جمعة ومحمد محمود وحمدي فتحي ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد هاني للإصابة. تاريخ مواجهات النادي الأهلي وبني سويف في كل البطولات: النادي الأهلي لاعب بني سويف 5 مباريات، النادي الأهلي فاز 5 مباريات، لم يتعادل، لم يهزم، أحرز 13 هدف، دخل فيه 3 أهداف. مشوار بني سويف في البطولة: الدور التمهيدي تعادل مع سوهاج 1-1 وفوز بركلات الجزاء الترجيحية على سوهاج، ثم في الدور التمهيدي الثاني بيفوز بني سويف على المنيا 4-0، ثم الدور التمهيدي الثاني بيفوز على عرب الرمل برباعية مقابل هدف وحيد. طاقم التحكيم لهذه المباراة: كابتن محمد عباس قبيل حكما للساحة، كابتن شريف التباع وكابتن عمر فتحي 2 حكام مساعدين، ثم الحكم الرابع كابتن أحمد العدو. ده طاقم التحكيم لهذه المباراة، وده كان آخر حاجة معانا.